من الدنيا أنا من داخلي تعبان وأحس الناس كل الناس مع قلبي وبعد ضده وأحس الناس كل الناس مع قلبي وبعد ضده مثل قلب الأم إذا تفقد أعز إنسان يعيش الباقي شرع الهم ما يقدر ويتحايل على الحرمان بشر مهما يبي كبر أقل همومه تهدى شلون ما أدري ولكن دايم الرحمن يفتح باب الرحمة وتعافى الناس وتسد حتى بيوتنا صار بلا أسقف ولا علي. تالية توينج شلونج؟ أنا مو زينة، أنا مو زينة، أبويا بيزوجني واحد من عمره. تكفى تكفى مشاريته على خدمي. شلون؟ ما أدري اسمعني، أنا بالصالون وقال لي رح أخليه ياخذك بعباتك مشاري سوي شيء. زين أنت وين؟ أي صالون؟ ما أدري ما أدري، تصرف. أنا ما أدري شو اسم الصالون اللي أنا فيه. تدري شلون؟ تعال خذني من البيت لأن أنا هدى معايا الحين وما أدري شلون بقدر أطلع من هني. زين 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 خلاص أنا أتصرف. مو تتأخر الله يخليك. إيش فيك صاير؟ أبويا بيزوج أختي. لا وبيزوجها ريال كبرى. صدق عمي هذا سالفته؟ تراني حساب أبيك تيجي معاي. إيش بتسوي دحين؟ مالك شغل تعال. حساب وينك؟ كاني شنو ويني يعني ويني؟ كنت بسأل مالت الريسبشن عن شغلة. زين ما تبين تصبغين شعرك؟ ليش إن شاء الله؟ أصبغ حق الشيبة؟ إيش تو؟ حق عمرك ما تبين تشوفين نفسك حلوة؟ لا ما أبي مشكورة. زين خلصي خلصي، وراك مكياج وراك شعر. مكياجي راح أحطه بالبيت حق نفسي، بسوي أظافري ونمشي ممكن؟
أقول سمعت عن سالفة أبو مصعب؟ أي سالفة؟ سالفة زوجته اللي صادتها مع وحدة وهدت له البيت، شنو ما سمعتها؟ هاليومين ما قرأ الجرايد أنا. احنا شكوا فيهم. كم مرة خنتني؟ خلاص لا تجننين لا تجننين، ترى مالي خلق متكثر في الاكل، شفتيني شلون خبطت الدنيا على بعض. هني هني طاف. ممكن تجاوبني؟ بنت الحلال شو اجاوبك علي يا ام ابيار؟ يا حبيبتي شو اجاوبك علي؟ تكفي يعني خنتني. استغفر الله وين جايب هالسالفه هذه؟ خلاص يا بنت الحلال لا تجننين لا تجننين وتجننين. يعني خنتني؟ ماشي يا فارس هين، ما خليك تلف حوالين نفسك ما اكون انا سلوى. بقس عيني جوضعك واكسر بروزك. اخ بس لو اعرف انت هاليومين من قاعده معاه وفار مخك علي. اخ بس فطوم اختك وين؟ ما ادري. ما تدرين؟ فطوم فطوم شنو صاير؟ شافي شي على ابوك؟ شنو يما ما فهمت؟ لا انت فهمتني عدل يا حبيبتي، انت شايفه ابوك مع وحده؟ بنتي هي لا تكذبين كذبة وصدقينها، بطلي من هالتأليف الماسخ، تأليف الافلام اللي ما لها معنى. حبيبي اصلا انت اكبر كذابة بهالدنيا هذه كلها، وعيونك فضحتك. تلفونك وينه؟ عطنا بقرة المسجات. أقول إيديك العاد بلع العافية وسكتي. الظاهر للحين ما شفتي وجه الثاني اللي بيطشر تطراقات. ما راح أسكت ولا راح أبلع العافية. الحين تقولي منو هذا اللي قاعد تخوني معاها الحين؟ لا كبرتيها أنت مو لي. تدري شلون؟ أنا بخلي لك البيت وما بضيع وقتي معاك وأنا مالي قاعدة بالبيت. الزفت. طبعاً يا حبيبي تبي تروح لها؟ ماشي هيني فارس ما راويتك وخليتك تندم. انت تعرفين شي قولي؟ يعني ادري انت تعرفين. يا بعد عمر انت امك امك ما الله رزقها رياسا، الله يجعل نصيبك احسن من نصيبها. بلغني فيك يا الغالية. لولوة يا الحلوة يا بنيتي يا الوردة نامي نومت الهني نومت الغزلان بالبرية. لولوة يا حياتي لولوة يا بنيتي. دخلي. حزة رضعت حصة صغيرة. جيب الممية أنا رضعها وخليها نايمة، ترى تعبانة. إن شاء الله، بس أنا دخلت على أمها لقيتها نايمة. نورة وين؟ ما أدري. هدى وقفة هني، أبي برد، خلنا ناخذ لنا برد إن شاء الله. لو سمحت واحد برد. يا الخبلة وين رايحة؟
ايش اسوي يا رب؟ خلي ادق على ابوها. استغفر الله يا ربي. بوشاري الحق بنتك انحاشت، تكفى الحق. السلام عليكم. السلام. هلا يما. فيك تمشي كذي كنا الشعصيك طق رصيف. ويلاتي يما يما انا زهقت وطقت كبدي ولاعت كبدي من سلوى، خلاص طفح الكيل وصل لمهني. ليش صاير؟ صاير ايش ظل ما صار؟ جننتني. تدري شلون؟ انا بطلقها. بطلقها علشان تتعلم مره ثانيه شلون تعامل لي. لا زين سوي. عفية هذا ولدي. الساعة كم الحين؟ الساعة؟ ليش؟ خلني الحق على القاف قبل يطلع. قوم قوم. يلا لبس عباتك. مالت عليك، طح حظك. بطلقها، طلاق لعبة. هذا زواج، زواج لعبة يا هالي هي. ادق عليها يلا خلتيني. ما بي مالي داك عليها. يما يما انا سكت فيني العواير والارصفه والفرجه، ما لقيتك الا انت قدامي. انت يا حلوه اللبن. بس خلاص انا ادق عليها. يما بنام بعيني نوم وبنام. ايوه علي وليدي زعلان وطالع من بيته. يبي مريتتي تراضي. انا اللي خابره المره تزعل وتطلع وتد البيت الريال، مو الريال يزعل وينطر الرضاوه. افه مالت عليك سيم الصكك. قم احمد. وين انهم؟ يبو الخرف كلها خالي تحت امر. طب وتخير. انزين ما معي بيجامه. فتش الكمه تخد الراحه من دراريعي. قم. ان شاء الله. يمه ترى انا مو بروحي، معي حفيدتك قاعده هناك في الحديقه. تقول مشتهية تشوف يدتها وتاخذ منها مصروف وتبوسها على راسها. قم 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 قم. ان شاء الله. قول يلا يلا يلا. مالت علي وعلى ما يبت. هفت لايمك. مرحبا. مرحبتين. والله من حضرتك؟ انا رفيجة حصة. اهلا وسهلا، تشرفنا. انا تفاجات حسبالي داش بيت غلط. من انت؟ انا ولده. انا فارس ولد العود واختي كوثر وراي. والنعم فيك. يا هلا. انا ابنك. مرحبا. حياك الله. ايش هالبيت هذا؟ ما هي لافينيوز مو بيت. انحاشت ما لقيته. لا والله انحاشت ما لقيته. بكل سهوله تقولينها لي ها؟ مالت عليك. انا الشر علي اللي حطيتها بدينك وقلت لك خذيها وياك. مع الاسف حسبتك انت عدله، حسبتك مره سنعه. انزين الحين شو بسوي؟ شو بسوي؟ ركب السياره. ركب سيارتك الحين استاذن فيك. يلا يلا. هيا يا فارس، ما تبي تعطيني موبايلك ها؟ ماشي. أنا الحين بعرف كل شيء. يما 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 ايش فيك؟ من قالت انه بيكلم وحده؟ وانت شكو؟ لا تدخلين، ما له شغل. يما احنا عيالكم ترى نفهم. شب ولا كلمه، ما بي ولا احد يبطل حجه بهالبيت. وبوك هذا دوا عندي. ترى دقيت على ابوي وقال لي انه بيت جدتي، لو صرت عنده وانا ترى راح لها، ما راح بيت جدتي. ذلفي طلع برا. عيونكم كلكم بهالبيت قطيعه. ماشي يا فارس ماشي. هذا مو سيارة ابوك؟ ايه ابوي ابوي ابوي. خش 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 انزل. انطر. ها تاليا مو معاهم؟ لا يكون حاشت. لا يبا ما تسوي. ايش فيك انت؟ اي ليش مو معاهم؟ ايش تراني انا؟ اي شوفك انزل.
وين رايح المينون؟ تعال شاري. اختي مو معاهم. يعني وين راحت؟ زين لا يسمعون صوتك تكفى خلنا نمشي. يبا ابوي مستحيل يخليها. زين امشي نركب نفهم. امشي 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 امشي. ليه انا ناقص يعني؟ اخوانك يما مشتاق له. تالية. انا علمك يا معود لا تسوي بعمرك كذي والله حرام. انت اص ولا كلمه. انا غلطان اللي خليتها تروح وياك. البنت ما تبي تعيش معانا ولا حتى تبينا. ليش جابرها انت؟ بعدين وين تبي تروح؟ بتلف بالشارع وترجع لك. روحي واللي يرحم والديك. فطوم فطوم. هلا 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 يما حصه. هلا هلا حبيبتي. هلا هلا. شخبارك؟ شلونك انت؟ مشتاقه لك حيل يا اختي. كل هذا ولا ايش قاعد تسوي برا؟ كنت مع شنطه قاعد يوريني صوره انت تشابه عدل. اكيد بنته بتشابه يما. ايش فيك قولي لي؟ امك وابوك فيهم؟ ما ادري بس الظاهر امي صادت ابوي يكلم وحده. شافت شيء ولا بس سمعت؟ ما أدري بس كانت حالة معصبة. المهم ما علينا. بتشتري لي التليفون الجديد؟ أنا طالعة الأولى على الصف وياي 90%. 90%؟ يما لا أبوك لا أمك ما حد سواها قبلك. يما من كثر ما أنا شاطرة يسموني مصطفى. أكيد مصطفى. مصطفى يبلع الكتاب يشرب فوقه معي يطبع 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 للمخ. المهم ما علينا. بتشتري لي التليفون؟ أشتري لي كم شيء. هاي جماعة شنو قررتوا؟ أنا أقول نروح هناك نحاول نعرف عنها شيء أو نعرف شنو سوى فيها. إذا ليش ما نكلم هدى ولا نسألها؟ نسيت آخر مرة سوت فينا؟ إيش الحل يعني؟ نسيتها زوجها يعني؟ والله ما أدري. خل نروح لها هناك البيت. يمكن هي وصلت قبل ما إحنا نيجي. وإذا كلش ندش نشوفها. لحظة لحظة يا جماعة. خلنا نفرض لو دش إلى البيت وطاح علينا شو نسوي؟ إيش بيسوي يعني؟ قوموا قوموا خلنا نمشي قوموا. نمشوا. وش أسوي الحين؟ قولي لي بالله الحين شو أقول حق الريان؟ شلون أتصرف؟ أجل الموضوع كم يوم لين ترجع؟ لا والله البنت قاعدة ويا إخوانها. زين دق عليهم. بسم الله عليك. انت مصدقك؟ اسمعني مو تبي الريال ما يطير من يدينك. دق على عيالك وتفاهم معاهم. يا اخي ما تبي تزوج بنتك وتفتك؟ زين سايسهم. شنو يبا بتنام هني اليوم؟ ايه بنام هني لان مالي خلق اشوف وجه امك. همني هي تقول نفس الكلام يعني خلاص تبي تطلقهم؟ حلفي هي قالت نفس الحكي بعد؟ ايه يلا 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 قوم قوم شنو 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 يما شنو شنو وي 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 شنو بترد بيتك؟ يلا قوم ترد بيتك. لا ماني رايح.
وبالعنت عنها وما نصالحها. يما حصه انا اقول خلي نام عندك اليوم باكر يتراضون احسن. وياكم راح عند الله. ولدي زعلان يا نايم عند امه هفت نايمك. يا امشي يلا عاد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انتي سبقيني وانا على ما البس قطره عقالي. يلا امشي انا اترك السياره. اختي لو سمحتي ممكن تليفونك؟ تا ما علي انا اسفه بس انا قاعده بروحي وابي ادق على اخواني يجون ياخذوني وما عندي تليفون ولا اي شيء. تكفين بس دقيقه. تفضل. شكرا. ممكن بس تفتحين لي اياه؟ ما علي بس أنا شوي نسيت الرقم بس عادي أختي راح تتش. رد. ألو. ألو شاري. هلا أختي. هذا مو رقم مشاري؟ لا غلطان. أوكي شكرا. ما علي أنا آسفة مشكورة خلاص. وليه؟ شكرا. أقول يما فارس. هلا يما. يما ما حاولت تسأل عن إخوانك تعرف أخبارهم؟ الله يما عيالك لو يبونك يو بس هذول ما فيهم لا ذات ولا مروه وصاروا ريايل يدلون دربك بس هم الظاهر ما يبونك. لا يما انا حاسه ان فيهم شيء. ما فيهم شيء ما فيهم شيء. بعدين يما فكينا من هالسالفه خلاص. سالفتك صارت عتيجه ومحزره وما لها سالفه. انسي انسي خلاص يما انسي. بعد تبيها تنسى هي بروحها تنسى اسمي واسمك. شب شب بنتي ولا كلمه ليكون اشوف تدخلين سوالفك ما ها ايش حق تخرج وفاء؟ ها سمعت اقتنعت شفت قاعد تناديني وفاء. اسمها فطوم. اسمي فطوم. ادري. انتي ايش قاعد تسوين؟ عصيده. بلشت العصيده واللي يدل العدو يصيده. منو طلب منك؟ ما حد. ترى انت مسختيها ايش تبين؟ احد فيك الساعة 11 بالليل اكو حد ياكل عصيده هالحزة؟ كيفنا مو عاجبك روحي حط راسك ونامي. الله يستر لا تحطين شيء بالاكل. لا حبيبتي هالسوالف هذه مو عندنا. اسف حجية حقك علي انا غلطانة مسحيها بوجهي. يلا عاد يلا يلا روحي روحي اعطينا عرض مقفاك. هين تفضل. انت هني؟ لا والله حبيبتي قاعد تمشى على البحر. زين بما انك قاعد تمشى على البحر ابي اقول لك شيء. تفضل يقولي غردي. شفت اللي ما تسمن وراه قاعده بالمطبخ تسوي عصيده انا شفتها حاطه شيء بالاكل. انت من صدق ولا تغشمرين؟ اي من صدقي بس انت ما حد راضي يصدقني. قاعد اقول لكم قلبي مو مرتاح لها. انا قاعده احاكيها عيونها قلبت حمراء. شفت انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم قومي قفل الباب. اي قومي. اي حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سمعي انت لازم تنامين. هي امي وين؟ بيت فارس. شوي بكي. إيه لازم نقول لها عن سالفة هذه ترى مو ناقصة مشاكل. والله ساحرة هناك وساحرة هني. إيه لا 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 تسكتين تسكتين نهائي. لا ما بسكت. لا يا أمي بسم الله الرحمن الرحيم. كوثر 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 أنا نورة. فيها ما ترد. كوثر خلصت العصيدة.
كوثر. يما ابوي فطوم ما راح اليوم؟ ابوك انا مو غلطان، كان قاعد هني وحط عينه بعيني، بس انحاش لانه يدري ان السالفه صدق. بس يما انت ولا مره طحت عليه، ليش بعد كل هالعمر شكيتي فيه؟ والله عاد اللي يدري يدري، واللي ما يدري ينشعم احسن له. خالتي؟ السلام عليكم. تبين؟ تعالي تعالي. كوثر نايمة وما تبي أحد يزعجها. نايمة ولا مسوية شيء النسرة؟ فكينا زين. صدق قالوا البيت بتبونه والقوم حربونه. وخر زين وخر يلا وخر. أي تعالي. ها صدقت إنها نايمة ولا؟ أخذ أختك ما أروح داخل. إن شاء الله. خير ان شاء الله صاير. خليه هو اللي يقول لك. هو قال لي بس انا ما فهمت السالفه. انت شفتيه مع وحده؟ لا بس يوم سالته سكت، وهذا ايش معناته؟ معناته انه كان يخونني مع اكثر من وحده، وانا يا غافلين لكم الله. لنفرض اني اعرف اكثر من وحده او يكلم وحده، طلع يوم كامل من البيت ما تدري وينه؟ لا. نام ليله برا وانت ما تدري وينه؟ لا. عن من الغلطان الحين؟ لا والله. تبين اعرف انه قاعد يحاكي وحده واسكت عادي اتصرف طبيعي؟ فارس انت تعرف وحده غيرها بهالفتره؟ تكلم وحده؟ وليش يرد؟ طالع بعيونه، عيونه فاضحته. رد. ايوه. تعترف بعد؟ وت طلقني الحين طلقني. اوه تعالي هني طلقني. من صدقك انت ترى يسويها باكر سمع طلقك. خلي يطلق عبالك انا ميت عليه. يا سلوى يا سلوى انا جاي احد الموضوع، لا تزيدي النار حطب. ما ابي فهميني ما ابي، خلي طلقني. صدقيني باكر تحسفين. ما راح اتحسف. ويع ويع انا اتحسف على هذا؟ يلا عاد يلا هذا بشري بالنهاية. عيب. ويه أنا ويه يا جليلة الحياة حسبالك ما سمعت اللي قلتيه كله؟ أنا ويه عيال انتي طالي. لازم أشوف لي حل مع السميرة، ما بغيت ألاقي مكان قاعد فيه بطيرني الخدامة. شلون أقدر أخليهم يكرهونها؟ شلون؟ هذه عقرب رمل الظاهر تخاف أخذ مكان عند حصة. شو أسوي الحين؟ شو تسوين معاها يا نورا؟ ميتة على وجه الودر. ماشي ماشي فارس ما خليتك تحسب كثر شعر راسك ماكو قد سوى. ماشي يما يما ايش قاعدة تسوين يما؟ يعني ايش قاعدة تسوين يما؟ ابوي كان معصب وانتي قطتي على حكي وتضايق وبعدين رجعي ملابسك. اصلا امي حسن ما حتخليش تطلع من البيت. لا والله ليش؟ هو بكيفها ولا بكيفها؟ لا حبيبتي دام انها طلقني عيل ما له شغل فيني، روح عادي يتزوج اللي يحبها ولا يكلمها بالتليفون. يما فكر فيها، ابوي ما غلط عليك، انت كل مره تغلطين وهو ساكت. اي طبعا طبعا يا بنت ابوك لازم تدافعين عنه. دلفي من قدام يا اطلع حره ابوك. دلفي دلفي لا بارك الله فيك، ما ابي احد معاي هنا في البيت. طلقني ماشي يا فارس. كنت أوريك ما كنا أنا سلوى. يا نيتد على أولك طالق؟ أنا بدارك يا مرة أقرأ ناقص. أنت شنو؟ إيه ماي خلاص مليت زهق
طقت شبقي منها من القهر. شوفي شوفي وجهي ترى الشيب حرام. الصبغ الصبغ مراضي مسكين من القهر. زين الحين اللي طلعت وديت لك البيت حيل الطست اللي ما يحافظها. سلوى 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 سمعيني 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 بس ما يصير تهدي البيت وعيالك على سبب تافه. كنت لا تدخلين ما بي اي احد في البيت هذا يتدخل. وانت باكر الصبح ورقتي تكون عندي فاهم ولا لا؟ ما بغيت افتك منك. اسمع انت سمعيني سمعيني روحي دارك وانا اتفاهم وياك. قلت لك لا تدخلين لا تخليني اسمعك حكي يخليك تندمين على ايتك البيت. صدق نسيت اقول لك يا ولد امك لا تنسى تخلي امك تسوي لك مميتك. مميتي يا جليلتك مميتي يا جليلتك حيا يا اللي ما تستحي. وبعز اي مصيبه عقلي وبالي وفكري كله تنشط كنا حاله النسيان ما تي الا اذا كنت هاديه ومرتاحه. أعيش اللي عايشتي أحس مثل الجنة. ماشي الخطة خطة تقول طال عمرك إن إحنا راح نروح صوب البعض. شوف هذا يا بستيلة بيسوي لنا سالفة. شوفه أهبل أنت شنو هذا؟ إيش فيكم يا جماعة إيش فيكم كذي؟ إيش سويتان؟ يمكن بشيل لي شيء يمكن بكسر قادة الباب. لازم أذبح لي أحد إذا بيدي السكينة. وانت كل هالشوارع معطلش في عيونك شديد تبققت بشيري تكفى. شوف اخوك ليسوي لنا سالفه. الله يخليك. عطني عطني شنو بشيك بشيك الطوفة. عطني عطني سجين عطني عطني سجين. يلا يا هال والله العظيم يا هال خلكم هني خلني اشوف حول البيت يمكن في شيء. وين قطيت السجين هني بتسوي له مصيبه يا حبيبي ما حد راح يدري. ابي ارخي اختي تروح فوق ان شاء الله. يا ما قلتك يا ما نصحتك ما حد راح يفيدك. لا اخوانك بيتحملونك ولا حد من اهلك. ما حد يتحملك غير ريلك. ايش كثر اتضايق من فارس لما يطق سلوى. ليش انه يذكرني في مشار لما يطقني. الطق عمره ما حل مشكله. للاسف البعض ما يعرف غير العنف علشان كذي يظلون مهزوزين ويحسون بالنقص. ما أحب أشوف أي مرة ضعيفة وما بيأصف معاها ضد ولدي. ما أدري ليش حطيت نفسي مكانه وحسيت بإحساسه. هي لو ما تحبه كان ما غارت عليه كان ما تضايقت كان ما صارخت. حرام فارس يخسرها حتى لو اختلف معاه. ليش إن اللي يسوي كذي يحب ما يكره. هاتي بابي انا سويت لك فيدي ولا خلق بيطلع شم الهواء حتى انا احس اني مخنوق ودي اطلع شم هواء. ايش رايك نروح الحديقه القريبه ما انبالت. انت ليش تسوي معي كذي؟ انت مرت ولدي وام احفادي المفروض اسوي اكثر من كذي ولا نسيتي؟ بس هذا السبب؟ يا سلوى يا حبيبتي أنا ما بيش تخسرين فارس ولا بيخسرك. أنتوا بينكم عشرة وبينكم عيال حرام. وهو يحبك صدقيني صدقيني لو ما إنه يحبك كان ما سوى اللي يسويه بالخشوة. بس ليش إني أخاف على مشاعرك؟ فكري فيها. صدق مود انا انطلق من السياره مو احسن عادي. وش فيك
كل الناس تدري ان هذا بيتنا، لا تخاف. مشاري بارك مبطل صدق؟ ايه. لحظة بين ابوك مخلي الباب مبطل العادي غريبة. زين اسمعني، انا خليك غريب، لا حسيت بشيء ولا سمعت صوت على طول دق لي، انا مخلي تليفوني سايلنت بس بخليه بيدي عشان انتبه. زين بطولون علي تكفون لا تطولون. لا حنا ولا رنا ولا تحس بالضحك منك نميرنك طول السنين ما حفظت نسويش فيها كفختها ولحنت خيرها آخ بس طافني شيء ما عضيتها لو حاضح كذي بعينها وناش عينهم طلعها وقطها حق القطو لازم نسويها يمكن أبوك حاكرها شوي بري تاليا ماكو شيء. شنو يعني؟ شو أسوي؟ ماكو شيء، ما شفت شيء. يعني شكله أبوك أكيد زوجها بار كذي. الحين شو نسوي؟ ما أدري شنو الحل. قول لي. أوف. والله يا يعني ميت عطش. وين؟ وين وين الجلاس؟ يا جليل الحية نعش وين تروحوا مني؟